صدقيني الايام اثبتت ان الزوج القصير افيد بكتير من الطويل. اسمعي الكلام. ازاي بقى؟ جربي لو جوزت واحد طويل لو مشي في البيت هيكسر لك النجف وهيبهدل الدنيا. قلق القصير نسمه كتكوت. عايش معاك كتكوت ايه وانا عايش مع كتكوت ليه؟ والله ريحه خفيف. اسمع الكلام. وبعدين الزوج القصير مش مكلف خالص. ازاي؟ بنطلونه قد كده، قميصه قد كده، باربعة جنيه ترواقيه في العيد. اسمع الكلام. لا اسمع الكلام وجربي. لا وبعدين الزوج القصير بيقلل نسبة الكوليسترول في الدم. انت هتفتي في الطب. جربي وانزلي بجوزك القصير وسط البلد تركني في اي حتة. ايه ده؟ جربي.